في ذات السياق، قال فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية إن الأوقاف السنية تقوم بجهد مضاعف في هذا الوقت من السنة، حيث تتوالى الاستعدادات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. عادة في مثل هذه الأيام وهذه المواسم يكون إدارة الأوقاف السنية جهد مضاعف، خاصة فيما يتعلق بالمساجد والعناية بالمساجد وافتتاح المساجد الجديدة. وبالأمس كان عندنا افتتاح جامع صاحبة سمو الشيخة حصة بنت علي بن حمد الخليفة في حنينية في الرفاع، واليوم أيضا كان عندنا افتتاح مسجد آخر في منطقة سند، وفي الغد أيضا عندنا مسجد عاش المناعي راح يفتتح. وهذا يدل في الحقيقة على هذه العناية الكبيرة التي توليها حكومة مملكة البحرين بالمساجد ودور العبادة عموما في عمارتها وصيانتها وبنائها، وهذا كله يأتي ضمن توجيهات سيدي صاحب الجلالة ومتابعة سمو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الاستعدادات لا تختصر في قضية البناء، وإنما العناية بشكل عام بالمساجد في صيانتها وفرشها وتهيئتها للمصلين.